أنا أعجبني كثير اليوم فيديو اطلعت عليه لحالة من العرفان وحالة من الإكبار وحالة من التقدير لموظفي الصحة. هذا الفيديو خلينا نشوفه بمحافظة الديوانية شلون استقبلوا الكوادر الطبية وبعدين نرجع لكم. صورة ما أقدر أعبر عنها لأنه جسمك يرجف، بس أقول شكرا للقوات الأمنية في الديوانية، وشكرا لشعب الديوانية، وشكرا لأن أوحى لمن أوحى بأن يستقبل هؤلاء الأبطال بالسلام الجمهوري. نعم فعلا هم اليوم الذي يجب أن يعزف لهم النشيد الوطني العراقي. ذول العراقيين، هاي الصورة الحقيقية اللي كنا دائما نقول عليها من سنوات، لما تشتغل لشعبك شوف شعبك شلون يحتفي بيك. شفتوا هالصورة شباب؟ خلوا هالصورة هذه تشتغل، خلوه في كل مكان، في كل الأزمنة، في كل وقت. لما يبدع العراقي يجب أن نعزف له النشيد الوطني، لأن النشيد الوطني يعزف للفائزين ويعزف للكبار ويعزف للقادة، وقادتنا في هذه المرحلة هؤلاء. كنا نتمنى من الجميع عندما يكونون في المواقع المتقدمة أن نحتفي بهم وأن نعزف لهم النشيد الوطني. والله عافية للديوانية، بارك الله بكم قوات الأمنية بالديوانية، وبارك الله لكل من أوحى أن يعزف النشيد الوطني لرجال الصحة مثل ما عزفناه لأبطال الحشد الشعبي وأبطال جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وكل الرجال الذين قاتلوا من أجل العراق.